طبعا واقف حال كثير من الناس بسبب انه الجيمات كلها قافله، فالموضوع اثر علينا كثير بصراحه، ماديا معنويا، غير انه انا مالي شايف اي مبرر انه الجيمات تقفل. انا لو كان داخل 20 30 الف جنيه كل شهر من الجيم، انا حاليا مش لاقي اكل من ساعه ما الجيم عندي اتقفل. انا اتخرب بيتي ومش لاقي اكل من ساعه ما الجيم اتقفل. انا عامه من اول ما حصلت ازمه كورونا وبحاول افصل مخي عن الاكتئاب او الاحداث الصعبه، لان احنا كنوع صناعه، احنا نوع صناعه زي الطيران والسياحه والمطاعم والكوفي شوبس، واحنا الخمس صناعات اللي تاثروا 100%.